مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقائنا مع حضراتكم بيتجدد من خلال الأهلي الليلة. النهاردة ضيفنا في برنامج الأهلي الليلة هو الكابتن علاء عبد العال. بعد فقرتنا واستعرضنا للأخبار في بداية هذا اللقاء كالمعتاد، هيكون ضيفنا الكابتن علاء عبد العال، وهو واحد من أصحاب الخبرات الكبيرة والمتميزة في عالم التدريب في كرة القدم، الدراسات اللي هو حريص على المشاركة فيها والدورات المتقدمة والمتميزة للمدربين، وخبراته مع أكثر من فريق في المسابقات وفي الدوري المصري والمسابقات المحلية. بنتكلم تحديدا عن فريقي الداخلية وام بي. هنتكلم مع كابتن علاء عبد العال عن تقييمه لبطولة الدوري، البطولة المنقضية اللي فاز بها النادي الاهلي واحتفظ من خلالها باللقب المفضل دائما ابدا، زي ما بنقول ان ده هو اللقب المحبب للنادي الاهلي وجماهيره، والناس دائما بتقول ان هذه البطولة هي اكثر البطولات اللي بيكون حريص عليها جمهور النادي الاهلي، حتى لو قلنا ان في هدف دائما ابدا هو العودة للريادة على مستوى القارة الافريقية وللفوز بالبطولة الافريقية والتأهل والمشاركة من جديد في كأس العالم للأندية، البطولة اللي صال وجال فيها النادي الأهلي في فترات سابقة. ونتمنى أن هذا المشهد المضيء يعود قريبا إن شاء الله من خلال الفوز مرة أخرى بدوري الأبطال الأفريقي والتألق عالميا من خلال كأس العالم للأندية. خلونا في البداية نوجه كل التقدير والتحية لكل الأفراد المشتركين في هذا النجاح الكبير للرياضة ولكرة اليد المصرية. أبطال بحق، أبطالنا أبطال منتخب كرة اليد، منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد عام 2000. هذا الجيل اللي عمره 18 أو 19 سنة على أقصى تقدير بيثبت للعالم كله، بيقدم نفسه للعالم على انه حاليا بالارقام مش امور يعني تحتمل الجدل او الخلاف في الراي، انه افضل فريق حاليا في العالم في هذه المرحله العمريه في كره اليد، مرحله 18 و19 سنه. هذا المنتخب اعتقد ان هذا النجاح الكبير اللي بيستحق مننا كل التقدير، ليس فقط التقدير والسعاده بهذا النجاح الكبير لمصر والمصريين والرياضه المصريه وكره اليد المصريه وابطالنا قدام حضراتكم على الشاشه، بل يحتاج ايضا الى ان تقوم الدولة بإعادة الحسابات الخاصة بالإنفاق على الرياضة، لأن هذه المنتخبات والعناصر المتميزة جدا اللي بتتفوق وتكون في الريادة وفي الصدارة عالميا أنها تصل أنها تكون أفضل فريق في لعبة جماعية فيها منافسة قوية وشرسة جدا زي كرة اليد، فيها دول أوروبية دائما أبدا ما كانت بتحتكر هذه البطولات لنفسها، والدخول بينهم والتفوق عليهم والفوز عليهم في هذه المسابقة بالغة الصعوبة، أعتقد أنه يستحق إعادة نظر في بعض الأمور الخاصة بالإنفاق على الرياضة، وأن الدولة تاخد يعني اتجاه يشبه فكرة ربط الحافز بالإجادة زي ما بنشوف في بعض الحوافز المالية الموجودة في بعض الأجهزة الحكومية، إن الدولة كل ما تلاقي عنصر سواء في اللعبات الفردية أو الجماعية متميز بهذا الشكل وبيصل للقمة عالميا، إن ده يستحق أن تتبناه الدولة فنيا وإداريا وإعلاميا وماديا وماليا، كل الأمور دي تستحق إن الدولة تتبنى هذا المنتخب، وأعتقد إن ده اللي هيكون فيه اهتمام بيه في الفترة الجاية سواء من القيادة السياسية أو من المسؤولين عن الرياضة في وزارة الرياضة في اللجنة الأولمبية في اتحاد كرة اليد. أعتقد إن هذا المنتخب يستحق انه يحصل على كل التقدير والدعم والاهتمام الفني في الفتره الجايه عشان نحافظ على نفس المستوى ده بل ويزيد ان شاء الله في الفتره الجايه. مره ثانيه مبروك لكل القائمين على اعداد وتجهيز هذا المنتخب، نجومنا اعضاء الجهاز الفني واللاعبين والنجوم اللي تفوقوا على طبعا كل نجوم العالم المتميزين في هذه المرحله العمريه، مرحله مواليد عام 2000 في كره اليد، وان شاء الله تستمر النجاحات، ومبروك للشعب المصري والجمهور الرياضه المصري وجمهور كره اليد على وجه التحديد. طبعا ردود الافعال كبيره جدا دوليا ومحليا على المستوى المحلي في اهتمام من كل المسؤولين في مصر، في مقدمتهم القياده السياسيه والرئيس الجمهوريه بشكل شخصي كان في اهتمام كبير على توجيه التهنئه والتقدير والاشاده بهذا النجاح الكبير لمنتخبنا الوطني للناشئين لكره اليد. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه التهنئه الى هذا المنتخب، الى ابطالنا ونجومنا نجوم منتخب مصر للناشئين في كره اليد والجهاز الفني وكل القائمين على بعثه الفريق المشاركه في بطوله كأس العالم واللي فازوا باللقب وحققوا هذا اللقب لأول مرة في هذه المرحلة العمرية في تاريخ مسابقتنا أو مشاركتنا في البطولات العالمية في كرة اليد. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأداء اللي وصفه بأنه أداء بطولي ورجولي لجميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين طوال البطولة وطوال فترة المسابقة بالغة القوة والصعوبة، وكذلك طبعا أشاد بالقيادة المتميزة للجهاز الفني وشغل الجهاز الفني اللي كان أكثر من رائع خلال البطولة ليصبحوا نموذج يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق مزيد من الانتصارات. أيضا بعد تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين والجهاز الفني وكل القائمين على إعداد وتجهيز ورعاية هذا المنتخب حتى تحقيق هذا اللقب الكبير والرائع، لقب بطولة العالم لكرة اليد، أيضا توالت التهنئة والإشادات على كافة المستويات، وسنعود لهذا الأمر بعد قليل. خلونا ننتقل مع حضراتكم قبل ما نكمل كلامنا عن منتخب اليد إلى ردود الافعال بعد مباراه الاهلي وبيراميدز في كاس مصر وفوز بيراميدز على الاهلي وخروج الاهلي من المسابقه
في دور الـ16. هنتوقف قليلا مع ما تم اليوم من اجتماعات. كان في اجتماع مطول للكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط والتطوير في كرة القدم برئاسة الدكتور طه اسماعيل، ومن خلال المناقشات اللي تمت في هذا الاجتماع تم اتخاذ القرار بالفعل، واستقرت الأمور على توجيه الشكر على الفترة السابقة لمارتن لاسارتي المدير الفني على ألا يستمر في الفترة المقبلة، وتم طبعا تمت تكلفة الكابتن محمد يوسف ليقوم بأعمال المدير الفني خلال هذه المرحلة، وليقوم بالإدارة الفنية للفريق حتى التعاقد والوصول إلى رؤية النادي ورؤية مجلس الإدارة بشأن الفترة المقبلة، والتعاقد مع الخبير الفني الأجنبي أو المدير الفني الأجنبي اللي هيدير الفترة المقبلة. خلونا نسمع رأي الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت في ردود الأفعال وفيما وصف من اللجنة خلال الاجتماع اليوم بأنه أخطاء تحكيمية فجة كانت موجودة خلال هذه المباراة. مساء الخير يا أستاذ عصام. مساء الخير يا أستاذ محمد، إزاي حضرتك؟ ومبروك على مصر، ومن مصر مبروك علينا كل العرب وقارتنا أفريقيا ما حققه ناشئه اليد به كأس العالم، كأس عالم حقيقية. كأس عالم حقيقية، عايز أقف معاك عند المصطلح ده شوية يا أستاذ عصام. واضح أنك سعيد جدا وبتتمنى أن المشاهد دي تتكرر في الفترة الجاية إن شاء الله. طبعا، وبتمنى أنه الهجوة العالمية تنتقل، خاصة وأن إرادة الدولة حاضرة في الميعاد لتقديم كل ما هو مطلوب لرفعة شأن صناعة اسمها الرياضة، هي أمن قومي، هي صناعة بهجة، هي استثمارات كبرى، هي حالة لمزاج شعب. صحيح. وبالتالي لا يمكن أبدا الصمت تجاه من يحاولوا إما الذهاب بعيدا وهم ليسوا كفاءة، أو أن يعملوا زي ما بيقولوا نص يوم يعني، مفهوم. لأن واضح إن الشغلانة تقيلة عليهم. صحيح. طب أستاذ عصام، بتتمنى إيه للمنتخب ده؟ هو وصل لأعلى مستوى في المرحلة العمرية دي، وأصبح حاليا بالأرقام أفضل منتخب في العالم مواليد 2000. بتتمنى إيه للمنتخب ده من الدولة، من وزارة الرياضة، من المسؤولين في الفترة الجاية؟ لا، أنا بتمنى أنه ناخده نموذج، لأنه لدينا الآن عالمية حقيقية. ولو حضرتك تفتكر كنت معاك وقلت لك الدولة قررت أنها ستقيم مونديال أفريقيا في صورة الكان 2019، أكدت في أعلى مستوياتها بدءا من السيد الرئيس حين وافق على الاستضافة، أنه نسخة عالمية مش شبه العالم. وبالتالي إذا كنا في كرة القدم إلى أن يتم التطوير والتطهير نستطيع أن نطور الكبار أحيانا، أن يكون في منجب المواد المصرية مو صلاح وعشرات من المو صلاح، وربما نتعدى أرقام كبرى بحسن الإعداد والمتابعة واستغلال إرادة الدولة. أتمنى بقى ونحن في عالمية حقيقية مع كرة اليد، بمعنى أنه هويتنا الرياضية تتحول عند اللعبة التي نستطيع أن نكون مع الأربعة الكبار دائما. نعم. أستاذ عصام، في ناس ما أسهل أن يخرجوا مبكرا للاحتراف، يعني دي أول حاجة. طيب، في ناس عايزة أن حضرتك رؤيتهم، كتير من جماهيرنا الفخورة جدا بهذا الفريق المعتزة بهذا النجاح المصري الكبير عالميا، بتتمنى أن الدولة في الفترة الجاية بشكل أو آخر تضع برنامج إداري للرياضة في مصر محتواه باختصار أنه كل ما يتميز عنصر في لعبات فردية أو جماعية عالميا ودوليا يتصرف عليه أكتر، ربط هذا الأمر يعني الخطين دول يمشوا بشكل متوازي، ويبقى التقييم بمردود النتائج معناه مردود أعلى ماليا وإنفاق أكتر وتجهيز أفضل. رأي حضرتك إيه في الفكر ده وفي المطالبات دي؟ طبعا أنت تتحدث عما نتمناه جميعا، لكن لن نصرف في مقابل يعني مجرد أحلام أو حتى نتائج حقيقية. العالم يتحدث عن دول تمتلك الإرادة، مصر بعنوانها الجديد، مصر الجديدة من 2013، تحقق هذه المعادلة في مناحي كثيرة. وبالتالي في الرياضة يجب أن يكون كل ما هو إعداد، كما حدث زي ما قلت لك مع ملاعب أصبحت أرينا القاهرة وأرينا اسكندرية، واخد بال حضرتك، وهذه التجهيزات العظمى، أن يكون لنا أيضا خطة واضحة، أن يكون لنا خريطة
رياضيه بيسموها الخريطه الشينيه الرياضيه في كل العالم، وما هياش يعني اضغاث احلام. انت تعرف ان في الصحراء مثلا اللي عندهم جلد فيلعبوا جري، هناك في مناخ اخر اكثر يمكن قدره على الابداع فيلعبوا رسم، وبالتالي يحدث هذا حولنا ونحن لا نلاحظه. في كوبا الملاكمه يعني في كينيا المسافات الطويله والماراثون والعشر الاف متر نحن من احد يا سيدي وزميلي العزيز، وبالتالي هذا ما نريده، الا يكون اللي مش صنايعي اللي مش محترف اللي مش عايز يقدم حاجه للبلد ما يكونش محجوز له مكان بوضوح شديد. لن نقبل ونحن يعني لدينا التصور لمصر زي ما قلنا الكرويه بقى، انه يكون في واحد بيشتغل نص يوم وواحد طالب ومحترف ومجند ومدرب لديه يعني زي ما بيقولوا تفرغ من وظيفه ميري عشان يشتغل مدرب حتى للمنتخبات، او ان يكون لدينا يعني نسخه من الاتحاد ما هياش هي نفس النسخه الدوليه نترجمها بس عربي، ما يكونش لدينا حكام معهمش سماعات ده الحد الادنى مش معهمش قانون ومعهمش اللي هو الرذاذ المتطاير واللي معاه زي الاخ جريش امبارح مره يرش ومره لا، وبالتالي لابد من رفع كل من ليس لديه يقين انه قادر وفاعل من الخدمه. طيب استاذ عصام، طبعا حضرتك هتنقلنا دلوقتي الموضوع الحديث عن كل ما هو مثار حول اخطاء التحكيم وتطبيق تقنيه الفار من عدمه واحتياجنا الى عداله وفرص متساويه لكل الفرق، وان التقنيات تسمح بعدم التاثير سلبا على النتائج او عدم الاضرار بعداله الفرص. بس طبعا حضرتك متفق معانا هيبقى لنا شان اخر وحديث اخر، لان هذا النجاح الكبير في عالم كره اليد يستحق منا ان نفرد له مساحه بالساعات من الحوار. هنتقل للجنه تطوير وحضور الكابتن الخطيب هذا الاجتماع المطول، توجيه الشكر للا سارتي، تكليف الكابتن يوسف، وايضا الحديث عن الاخطاء الفجه التحكيميه وعدم الاخذ بالاسباب العلميه لتحافظ على عداله الفرص لكل المتنافسين. راي حضرتك ايه؟ طبعا كلام مهم. انا من ايام قليله يعني في حوار متلفز ايضا قلت انه من حظ اي مدير فني اجنبي كان ام وطني ان يتعامل مع منظومه محترفه بحجم الاحتراف الاحمر، بمعنى انك تاخذ كل ما يمكن ان يكون حقوقك ويبقى ان تقدم ما لديك من واجبات. وبالتالي لم يرفع لا الكابتن محمود الخطيب مفوضا عن المجلس بالشأن الكروي ولا حتى لجنة التطوير لسارتي من الخدمة، بل أولا استكملوا له قائمة لم يطلب لاعبين إلا وحضروا، بينما يخرج هو يؤكد أن هناك يعني ربما حالة اقتصادية حالت بينه وبين اختيار مثلا مهاجم سوبر. بعمارة ايه يا سيدي يا لاسارتي؟ انت تتحاشى اصلا ان يكون لديك تركيبة احترافية كاملة، ومع هذا ولان هذا هو المنطق الاحترافي الاحمر كابرا عن كابر استمريت وفزت بكل ما يمكن ان يكون حلم لمدراء فنيين اخرين، والان حتى مع الخروج يتاكد ما ننقله دائما عن احترافية واحترام الادارة الحمراء، بمعنى توجيه الشكر مش لم يدومك وامشي. وبالتالي هذا هو المعنى الحقيقي. القرار ان كان يعني قد مش تاخر قليلا لكن لم يكن يستطيع احد ان يخرجه بحجم طموح الجماهير والجمعيه العموميه، لانه مع اصحاب الخبرات والناس زي ما قلنا اللي دي شغلتها كان جزء من الموضوع ان تنتظر لتكون هناك شيء ما تؤكد به انه يكون او لا يكون. والرجل اكد يعني على مدار الفرصتين اللي اعتبرهم اخيرتين دون اعلان، المباراه اللي قبل دي لم يقدم عرض مرضي رغم الفوز بالاربعه، كان نتاج يعني حب اللاعبين للشعار وتاكدهم على وجود النادي الاهلي، وفي مباراه الكاس ومباراه اقصائيه يعني خلاص اثبت بما لدى مجال الشك ان توجيه الشكر اصبح يعني لزام حقيقي من جانب الاداره الحمراء. طبعا اعتقد انه بنسبه
98% الكل مع القرار، ويبقى بقى البناء على الجزء الآخر، وهو أن يكون الموجود بحجم الطموح والاستعداد لما تبقى من مسابقات. أعتقد أن في النادي الأهلي دي ضمانة دائمة يعني. طيب أستاذ عصام، حضرتك تعلم أن النادي الأهلي كان قد وجه خطابات كثيرة ومكاتبات كثيرة للاتحاد المصري لكرة القدم بيطلب فيه تطبيق هذه التقنيات، ومنها الفار اللي بتحافظ على عدالة وتساوي الفرص وتكافؤ الفرص، وكان تعهد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في فترة سابقة أن ده يطبق من يناير الماضي، وهو ما لم يحدث. وحضرتك بتقول إحنا بنتجه للعالمية وعايزين نطور لعبتنا ونسوقها بشكل أفضل، وأن الدوري المصري يبقى من أكثر الدوريات اللي بيتم تسويقها بشكل ناجح علميا وماليا وتسويقيا إلى آخر هذه الأمور. رأي حضرتك إيه في التأخر في استخدام التقنيات المتعارف عليها في العالم كله دلوقتي؟ يا سيدي الفاضل، قلت لحضرتك أنه يجب أن نكون موجودين للمتابعة وأن نحرك كل هذه يعني الأشياء الراكبة. لا يمكن أبدا الكلام عن الفار بينما من يدير كرة القدم يتحدث أن الكلفة عالية وكأنه متبرع وكأنه يعني يهد مؤسسة خيرية، والآخر يجيب لك موديل انتهى من أبد الأبدين هو الخمس حكام أو خماسي التحكيم، لتذهب حتى لحكم الخط اللي هو راكن بعافية شوية عند الجون علشان يقول له لا روح للتاني. يا عم احنا بندور عند البقالة على زي زمان عندك جبنة، لا تبديني حلاوة. الكلام الحقيقة لا يمكن اعتماده في بلد تسعى لتطوير صناعة تنقل الدوري ده في موسم واحد. وانا بقول لحضرتك كلام انا مسؤول عنه، اما ان يسمعونا او يا اخي يحاسبونا، تنقل الدوري ده لرقم الخمسة لستة مليار جنيه في اول موسم يتم فيه التطوير. الا يكون فيه حكام بايادي مرتعشه بهواء بتستملهم الالوان، يعني هم لديهم ربما عمى الوان. لا لا لا، الموضوع صعب قوي، حتى كرامه الحكم هو يهدرها يعني. وانت مظلوم كلاعب، وهي عاده ليست اهلاويه لكن ظهرت امبارح في العصبيه. كنت اتمنى ان يكون الاخ جهاد جريشه حاضر في الميعاد لتطبيق القانون، او حتى لو سميناه ظالما كان استكمل ظلمه وبقى فير يعني فيما يحدث له، واخد بالك؟ لانه ما تحمله هو ما يجعلك تذهب نحو. هل هو لديه ما يمكن ان يكون العاب راجع نفسه فيها وشعر بغدر للاهلي؟ هل هو لم يعتمد الحوار عبر الآلات اللي معاهم دي اللي هي طبعا موديل سنة 60، وبالتالي كانت هناك صافرات على رايات تثبت انه لا يوجد كوميونيكيشن سيستم ولا يحزنون ولا حتى السماعات بتاع الهاند فري العادية؟ وبالتالي انت تتحدث عن الذي يمكن ان يطلق او كان يمكن ان يطلق عليه رقم واحد. الان عرفنا لماذا يعود مبكرا من البطولات، الان فهمنا لماذا نخشى ان يكون الجمهور حاضر في الملعب، لان اهل اللعبه والقائمين عليها هم الاخطر في اثاره الجماهير يا سيد الفاضل. وبالتالي لا، التحكيم تحديدا يحتاج يد قوية، وانا كنت بأمل ان الكابتن سمير عثمان يعني يبدأ يعني مساحة تطبيقه لفكرة رئيس شاب ان صح التعبير والوصف بلجنة الحكام بيد اقوى. وبالتالي لا، اعلم بالاجانب، فعلا اعلم بالاجانب لوضع مستقبل لهذا الوطن. يا اخي هناك من العلماء والشخصيات والعاملين والمهنيين المصريين هناك من يتعاقد معهم دول لانهم الافضل والاكفى، يبقى احنا ما ينفعش نهرب ولا نزود من حبنا للتطوير. وبالتالي لا يمكن ابدا الرضا بالمقسوم ده، مش ممكن. حكام بدون عد يعني، طب يتفرجوا على الحكم الانثى اللي اتفرجنا عليه في السوبر الاوروبي يعني، طب ايه دروس تاني نقولها يعني؟
لا وضحت طبعا وجهة النظر, واحنا طبعا رؤية حضرتك واضحة جدا, وحضرتك أكدت على ضرورة أخذ أو العمل بكل المعايير اللي فيها تطوير لكرة القدم, كل التقنيات اللي متعارف عليها والمستخدمة عالميا أنها هتضيف للعبة عندنا وهتطورها إذا ما استخدمت بالشكل السليم في ملاعبنا. بشكر حضرتك على هذه المشاركة معنا في الحوار الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت. الحقيقة أستاذ عصام قال نقطة في غاية الأهمية, انه عدم الاخذ بالاسباب الخاصه بتفعيل التقنيات دي في ملاعبنا مش بتضر بس الفرق او بتظلم فريق ما بيحصلش على حقه, لان عدم اعاده اللعبه او عدم وجود التقنيه بيظلم الحكم نفسه, ما بيديلوش الفرصه للاداء بكفاءه زي ما قال الاستاذ عصام شلتوت, لانه اشهر حكام واغلى حكام العالم بيحتاجوا تقنيه الفار احيانا وبيرجعوا لها في المباريات, في مباريات الفرق في الدوريات الاوروبيه وفي البطولات الدوليه وبطولات المنتخبات, فبالتالي اصبحت التقنيه بتحسم امور كثيره جدا فاصله في المباريات, وبالتالي حتى الحكم نفسه في حاجة إلى هذه التقنية. عموما مرة تانية أعود للقرارات الصادرة عن هذا الاجتماع, لجنة التخطيط والتطوير لكرة القدم في النادي الأهلي بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة وحضور طبعا ورئاسة الدكتور طه اسماعيل رئيس اللجنة, استقرت على عدم استمرار لسارتي, وجهوا له جزيل الشكر على عمله في الفترة اللي فاتت, واعتقد ان ده كان امر يعني مثار جدل كبير جدا اداء لسارتي وادارته الفنية للفريق في الفترة اللي فاتت, لكن كان الكلام على لسان الكابتن محمود الخطيب اللي قال كان في حسابات خاصة بالاستقرار, وعشان كده قدرنا حرصنا إلى أبعد مدى على الاستقرار حرصا على ثبات المستوى في بطولة الدوري الممتاز, رغم أن كان في نقاط تستحق يعني دراستها والوقوف عندها وبعض القصور الفني اللي كان واضح في بعض المباريات في الفترة اللي فاتت, لكن مجلس الإدارة كان رؤيته عدم التغيير وكابتن الخطيب كان رؤيته عدم التغيير في الوقت ده حرصا على تحقيق بطولة الدوري وعدم ضرب استقرار الفريق وتركيزه الفني مع لاسارتي, وهو ما حدث أنه قدر يفوز في النهاية مع هذه المجموعة من النجوم واللاعبين ببطولة الدوري, لكن واضح الأخطاء أو الرؤية لا تستفيد بالشكل الأمثل أو غير قادرة رؤيته فنيا كمدير فني على تفعيل طاقات اللاعبين وتفجير طاقات اللاعبين اللي فيه إجماع في الآراء أن الصفقات وكل العناصر اللي اكتملت بعد عودة المصابين والصفقات الجديدة وفترات الانتقالات السابقة ضمت عدد كبير جدا من النجوم, أصبح لا خلاف على أنها تستحق مدير فني له رؤية قادرة على أنه يستفيد بالفريق ده ويعمل منه فريق والكرة اللي تليق بالنادي الأهلي والكرة الجميلة المعروفة عن النادي الأهلي وأيضا انعكاسها على النتائج. يعني اعتقد هيبقى في حاله رضا اعلاميه وجماهيريه وفنيه من الكثير من الخبراء والنقاد والمحللين عن التغيير في الفتره الجايه وتكليف مدير فني اخر والتعاقد مع مدير فني اخر لاداره المرحله المقبله. هرجع للرسائل الصادره بعد فوزنا بكاس العالم للناشئين, تهنئه من الاتحاد الدولي لكره اليد موجه الى مصر والى منتخب مصر للناشئين لكره اليد والى الاتحاد المصري, تهنئه اخرى من رئيس اللجنه الاولمبيه المهندس هشام حطب على هذا النجاح الكبير, وتهنئه أيضا وإشادة من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وتأكيده على أن مصر في طريقها إلى الاهتمام أكثر وأكثر بالرياضة في كل الاتجاهات ليس على مستوى كرة القدم فقط ولكن على كافة المستويات, والاهتمام بشكل يعني خاص جدا بالعناصر المتميزة فرديا أو جماعيا, وبيقول كلنا شركاء في هذا النجاح. دي تصريحات لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي, بيقول وزارة الرياضة القيادة السياسية في الدولة مع اللجنة الأولمبية المصرية مع الاتحاد المصري لكرة اليد الكل شارك وعمل جماعي أدى إلى صناعة هذا النجاح الكبير. مرة تانية كل التهنئة ومبروك, ألف مبروك لمنتخبنا ولجهازهم الفني, أدوا أداء أكثر من رائع وإن شاء الله تتوالى النجاحات ويكونوا على هذا المستوى في البطولات الأكبر سنا أو في المراحل العمرية الأكبر القادمة إن شاء الله. خلونا ننتقل بعد الفاصل ونتحدث عن كل ما حدث عن القرارات والرؤية القادمة لفريقنا الأول لكرة القدم في النادي الأهلي, إدارة الأمور مرحليا أو مؤقتا عن طريق الكابتن يوسف والجهاز الفني بعد عدم القرار الخاص بشكر لاسارتي وعدم استمراره, التوقعات أو الرؤية الفنية للفريق في الفترة الجاية, من هو الأقرب لتولي مهمة منتخب مصر كمدير فني طالما استقرت الأمور على تكليف مدير فني وطني أو مدير فني مصري في الفترة المقبلة, فضلا عن الكثير من الأمور الخاصة بمستوى اللعبة وقوة المنافسة عندنا وفرص النادي الأهلي أيضا في النسخة القادمة إن شاء الله من البطولة الأفريقية, ليست القادمة النسخة الحالية اللي بدأت بالفعل واللي بنترقب مساء الجمعة المقبل إن شاء الله مباراة العودة فيها مع فريق اطلع برا, وإن شاء الله نوفق في مشوارنا في هذه البطولة وتكون السبيل للعودة مرة أخرى لكأس العالم للأندية. شكرا لحضراتكم على متابعة فقرتنا الأولى فقرة الأخبار, ولكن ابقوا معنا فقرتنا مستمرة وبعد الفاصل حوار خاص جدا مع الكابتن علاء عبد العال.
مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله، ونوجه الترحيب لضيفنا في الاستوديو الكابتن علاء عبد العال، المدير الفني سابقا لفريق الداخليه وايضا المدير الفني السابق لفريق ام بي. اهلا بحضرتك كابتن علاء، وسعداء بوجودك معانا النهارده. اهلا بيك كابتن محمد. اهلا بيك. اولا الحمد لله على السلامه، وعايزين نعرف منك والجمهور يعرف من حضرتك اخبار الدوره التدريبيه اللي شاركت فيها في امريكا، ويعني اعتقد رجعت في بدايات الشهر ده. الاول طبعا بنبارك طبعا لمنتخب مصر الناشئين لكره اليد، بنبارك لاتحاد الكوره اتحاد كره اليد، وبنبارك للشعب المصري كله فوزنا بكاس العالم للناشئين اليوم يعني، وفوزنا على المانيا فوز كبير. المفروض نشتغل ونبني على الكلام ده. هم بيشتغلوا صح، اتحاد كره اليد بيشتغل صح، بيشتغل على قطاع الناشئين بشكل جيد. بطولات الناشئين قويه جدا، عشان كده افرزت منتخب قوي. قبل المنتخب الاولمبي اعتقد حصل على المركز الثالث برضو مع كابتن طارق محروس، فهم بيبداوا من تحت عكس اتحاد كره القدم. للاسف بقالنا سنوات بالنادي ان احنا نهتم بالناشئين ونهتم. تفتكر ده ممكن يا كابتن علاء؟ النقطه دي مهمه قوي. تفتكر ممكن النجاح اللي بنشوفه في قطاع زي قطاع كره اليد في مصر ممكن يتنقل للكرة؟ ممكن نبدأ نستفيد من طريقة إدارة الأمور في كرة اليد، ونبقى في شك مع فارق الفنيات طبعا واختلافها تماما في اللعبتين، ولكن المنهج الإداري نفسه اللي وصلنا للنجاح العالمي اللي بيظهر وبيزيد من فترة لأخرى في كرة اليد، وإحنا عالميا ما لناش تواجد حقيقي في كرة القدم خالص. عالميا وأفريقيا كمان دلوقتي يعني بقالنا سنوات. ليه لا؟ بس نشتغل صح. يعني لازم يبقى الاهتمام موجود، لازم نشتغل من القاعدة. يمكن معلش انا اسف ان انا بخش في النقطه دي، بس فعلا يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشتغل دلوقتي في 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 دولتنا من الجذور، بيبدا من تحت. فاحنا برضو اتحاد الكوره لو بدا من دلوقتي على مدى يقول على مدى 10 سنين. المانيا لما خدت كاس العالم لعبت على كاس العالم ده من 10 سنين ماضت، وقالت ان احنا بنعد فريق لمده 10 سنوات عشان نحصل على كاس العالم. فمش عيب ان احنا نعمل منهجيه لمده ان احنا طويلة. نبدا نطور بيها اسلوب شغلنا في اداره كره القدم بالظبط كده لمده طويله، ونعلن الكلام ده. انما للاسف اللي جاي عايز يعني يحصل في الوقت اللي هو موجود فيه، بس ما بيبصش ان هو يبني لقدام سواء هو موجود او غير موجود. حتى لو هو مش موجود اللي يجي يكمل بعد كده، ده المفروض اللي احنا نشتغل عليه. واعتقد ما عندناش منهج عمل حقيقي لاداره كره القدم. مفيش وده اللي احنا يعني اللي موجود دلوقتي في كره القدم على مستوى العالم، سواء الانديه او المنتخبات. لازم يبقى في خطه وعلى المدى الطويل. انما احنا دلوقتي لما بنيجي تعالى شوف انت منتخبات الناشئين الفتره اللي فاتت على مستوى مصر كلها فشل ذريع يعني خروج، وما فيش حد بيحاسب. فبالتالي مش فارقه. انما لما نحاسب ونبدا نشتغل صح على القاعده من تحت، بدايه من الانديه والمنتخبات، اعتقد ان هنجد بعد كده منتخب قوي. طب تتمنى ده على مستوى المنتخبات والأندية أيضا؟ يعني هل حضرتك بتتمنى أن يبقى كل نادي له شخصية في الأداء وله طريقة أداء على أساسها بيختار المدرب ليتولى التدريب عنده، لأنه له شكل وطريقة معينة في ستايل الكرة والخطط اللي بيلعب بيها وطريقة اللاعبين اللي بيتعاقد معاهم، ويناسبها مدرسة معينة أو أسلوب معين من المدربين؟ تتمنى الأندية تفكر كده وتدير الأمور بالشكل ده في مصر؟ وده المفروض. هو المفروض دلوقتي. يمكن أنا يمكن لما حضرت الدورة دي هي كانت عبارة عن منهجية وتشكيل كرة القدم في الدوري الأسباني. طب نرجع لبداية الدعوة. كابتن أحمد رمضان مدرب في نادي ساكرز أف سي شيكاغو. أيوة. الأمريكي هو اللي وجه لك الدعوة. ده صديق طبعا من زمان. أحمد كان لاعب موجود في نادي المقاولين، مثل منتخبات مصر على مستوى الناشئين والمنتخب الأولمبي، وطلع من المقاولين على الإمارات. لا هي ساكر اف سي شيكاغو عشان يبقى المصطلح صحيح. ساكر اف سي شيكاغو وهاجر على امريكا وبدا يشتغل في كره القدم. بقى مدرب في نادي ساكرز اف سي شيكاغو على مستوى عالي وحصل على شهادات عاليه. فقابلته نزل مصر، فقابلته وقال لي في كذا كذا، في دورات بتتعمل عندنا. قلت له يا ريت تشوف. ففعلا حدد لي الدوره في الميعاد ده في شهر 8، قلت ده الانسب على اساس ان يكون الدوري انتهى. وفعلا
تم توجيه الدعوة من خلال النادي بالتنسيق مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم وحضرت. استفدت إيه يا كابتن علاء؟ يعني حضرتك مدرب مدير فني عندك خبرات في المجال، إيه الحاجات الأساسية اللي أضافتها لك المشاركة في الدورة التدريبية؟ عارف نمرة واحد الحمد لله، يعني الواحد طمن على نفسه يعني ان في شغل الواحد بيعمله موجود هناك في، انما هي الترتيب، الترتيب والتنظيم والاطلاع على ما هو جديد وحديث. يعني مثلا من ضمن الدوره اتكلموا على الجي بي اس، الحاجه الخاصه بقياسات للاعب كره القدم. قال لك انت مش 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 اختصاصك انت كمدير فني، انما لازم يكون عندك خلفيه عنها. طب خلينا نتوقف هنا عشان نسمع رؤية الكابتن أحمد رمضان، وهو مدرب مصري مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو اللي وجه الدعوة للكابتن علاء عبد العال للمشاركة في هذه الدورة التدريبية، وهو لاعب سابق في نادي المقاولون العرب. كابتن أحمد رمضان مساء الخير. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك كابتن علاء. أهلا بك كابتن أحمد. سعيد ان انا اكون معاكم في المداخله، واحنا سعداء بمشاركتك معنا في الحوار. يا ريت حضرتك تقول لنا بعض التفاصيل عن عملك في الولايات المتحده الامريكيه، بدات امتى مشوارك والمكان اللي وصلت له دلوقتي، او الخبرات اللي اكتسبتها من عملك في كره القدم او في مجال كره القدم في امريكا، وايضا الدوره التدريبيه اللي شارك فيها الكابتن علاء والهدف منها او الفوائد اللي بتترتب عليه. شكرا يا فندم. انا الحقيقه موجود في امريكا بقالي 20 سنه. النادي اللي انا فيه ده من اكبر 10 انديه على مستوى امريكا لقطاعات الناشئين. طلع من عندنا لعيبه كثيره في منتخب امريكا وفي الفريق الاول في انديه كثيره هنا. وانا دلوقتي معايا الاي لايسنس وشغال مدير قطاع الناشئين للسن 13 14 15 سنه. الفري لايسنس دي اعلى درجه، اعلى رخصه يا كابتن احمد. ايوه بالظبط يا كابتن. طبعا كابتن علاء درسنا هنا في الدوره التدريبيه المعموله من الاتحاد الامريكي مع الاتحاد الاسباني لكره القدم، وطبعا كان في مجموعه محاضرين حاليين، ودي كانت اول دوره بتتعمل بالمستوى الاول، وطبعا كلها خاصه بالنواحي التكتيكيه والدوري الاسباني وطريقه اللعب في الانديه المختلفه زي برشلونه ريال مدريد واتلتيكو مدريد، ومقارنه بين جوارديولا لما كان بيشتغل مع برشلونه، لما اتنقل من برشلونه وراح بايرن ميونخ، لما اتنقل من بايرن ميونخ ودلوقتي هو في سيتي، وطريقه اللعب واختلاف اختيار اللعيبه. يعني كانت الحقيقه دوره مهمه جدا، وكنت سعيد ان الكابتن علاء شرفنا في حاجه زي كده. هو طبعا مدرب كبير ومدرب خبير، ويعني لما انا قلت له على الدوره الحقيقه ما فكرتش، وفضل ان هو يجي لان هو دايما بيبص لافضل حاجه موجوده خاصه بالتدريب عشان يتطور كمدرب، ودي الحقيقه اللي احنا محتاجينها كلنا كمدربين وكلاعبين، التطوير دايما باستمرار، واحنا نشوف الجديد والافضل ونستفيد بيه يعني. كابتن احمد الدوري الامريكي في على كل مستوى امريكا، وكان في ثلاث مدربين منتخب اثيوبيا كانوا موجودين كمان، كانوا جايين من هناك، وكان في مجموعه مدربين جايين من بره، وتقريبا شفت 50 مدرب كانوا من على مستوى امريكا، وبعض المدربين كابتن علاء كانوا من بره، وكان يعني تعتبر يعني حاجه جميله جدا، ورشه عمل جميله وفور مكثف، واستفدنا كلنا منها استفاده كويسه جدا. وان شاء الله باذن الله هتبقى في دوره لمده 10 ايام في اسبانيا ان شاء الله في شهر فبراير، وطبعا الكابتن علاء مبعوث، وانا ان شاء الله باذن الله هروح واكون موجود هناك برضه، لان احنا يهمنا جدا جدا ان اللعيبه اللي احنا بنشتغل معاها او الانديه اللي احنا بنشتغل معاها تستفيد من الحدث. طيب كابتن احمد، الدوري الامريكي في صفقات وتعاقدات ورواتب وانفاق ضخم جدا، وكمان انتقل له اكتر من نجم من النجوم الكبار في عالم كره القدم في السنين اللي فاتت، عملوا نسبه مشاهده او متابعه عالميه بنسب للدوري الامريكي زي ديفيد بيكهام مؤخرا، ابراهيموفيتش وغيرهم من النجوم. هل ممكن الدوري الامريكي يوصل لمستوى فني في منافسه يخلي نسب المشاهده له عالميا تزيد في الفتره الجايه؟
والله يا استاذ محمد هم بيعملوا هنا هم بيحاولوا يطبقوا افضل طرق في العالم. يعني اللي بيحصل كان في المانيا من 10 سنين هم بداوا يطبقوه من 6 سنين. كل في شركه عالميه كانت موجوده في الشركه دي اساسا من بلجيكا والشركه دي راحت المانيا من 10 سنين عملت تقييم لكل انديه البوندسليجا وتطوير كامل للانديه والقطاعات الناشئين ووصولا للفريق الاول وحطوا خطه عمل من خلالها بداوا منتخب المانيا خد كاس العالم قبل اللي فات وطبعا زي ما حضرتك شايف كده يعني متطورين جدا جدا فهم بيدوروا على كل اللي بيقدروا يعملوه عشان يطوروا اللعبه ويوصلوا وهم في الفتره اللي فاتت دي ال 10 سنين الاخرانيه دي كل منتخب امريكا تحت 17 سنه او 19 سنه بيوصلوا لدور الثمانيه في كاس العالم. هم طبعا لسه عشان التالنت عشان يعني اللعيبه ذات المهارات العاليه قوي 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 مش موجوده هنا لكن النظام نفسه قايل يعني النظام نفسه اللي هم بيعملوه بيحاولوا يوصلوا لاعلى تنظيم وخبره واداء بره الملعب وجوه الملعب للاعيبه بتاعتهم. هم هيوصلوا هيبقوا كويسين وبداوا طبعا هم من زمان بيجيبوا اللعيبه عشان يرفعوا مستوى المشاهده ويرفعوا مستوى الاداء واللعيبه هنا كمان تتعلم. لكن انا اعتقد اللي هيشيل قوي قوي الفتره البدايه دي اللي هم بيطبقوه حاليا لتطوير القطاعات الناشئين من سن 8 سنين لحد الفريق الاول. هم دلوقتي بداوا يحطوا بصمه يعني ايدنتيتي يعني مفهوم شخصيه للفرق والمسابقه. نعم كان ليها ستايل غير الناحيه الجسمانيه العاليه جدا والاداء الدفاع المنظم لكن دلوقتي بداوا يحطوا السيادات اللي المفروض تبقى لا هو الصوت خلاص في يعني كان الصوت مش واضح بالنسبه لي بس وضحت وجهه النظر وبشكرك جدا على المشاركه معنا في الحوار كابتن احمد رمضان المدرب المصري المقيم في الولايات المتحده الامريكيه تحديدا بيعمل في نادي سوكر اف سي شيكاغو الامريكي. كابتن علاء عبد العال تعقيبك على ده نموذج احمد نموذج مشرف للمدرب المصري حقيقي في امريكا. انا رحت شفت وضعيته هناك يعني هو متفوق على امريكان داخل النادي متفوق عليهم في الليفل في البوست اللي وصل له في الخبرات اللي اكتسبها يعني هو رقم واحد هناك ما شاء الله. فده نموذج هايل. الدوره كانت مهمه زي ما هو اتكلم وقال فيها هي المدرسه الاسبانيه بتدرس كره القدم داخل امريكا وبيشوفوا احدث ما وصل اليه وعملوا لنا مثال على اربع انديه منهم اتلتيكو مدرسه اسبانيه واتلتيك بلباو وبعض الانديه الاسبانيه وفعلا زي ما احمد قال اتكلم على جوارديولا عمل ايه مع برشلونه ولما راح انجلترا مع مع الاول بايرن ميونخ اشتغل ازاي على اساس اللعيبه اللي موجوده معاه وبعد كده لما راح المان سيتي اشتغل ازاي فعملوا لنا مقارنه بين الثلاث فرق وهنا اشتغل ازاي وهنا اشتغل ازاي وهنا اشتغل ازاي استفدنا بشكل كبير منها واستكمال الدورة دي هيبقى في فبراير إن شاء الله هتتعمل في أسبانيا إن شاء الله هحضرها برضو بإذن الله. دي مرتبطة بالدورة الأولى اللي كانت في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية الجزء الثاني هي عبارة عن كورس كامل بتحضره كورس من ثلاثة ليفل ف ده الليفل الأول اللي كان في أمريكا والثاني في أسبانيا والثالث لسه ما تمش تحديده ومن خلالك أنت كابتن محمد من خلال قناه النادي الاهلي. نمره واحد انا بشكر طبعا الوزير الدكتور اشرف صبحي والدكتور احمد الشيخ ان كان عندي مشكله ان انا اخد الفيزا لما انت عارف السيستم في السفاره الامريكيه بتحدد معاد اتحدد لي ميعاد من خلال الانترنت بعد الدوره ده. فوصلت للدكتور اشرف مشكورا خاطب السفاره الامريكيه ان يعجلوا بالميعاد شويه فعلا رحت وحضرت وحصلت على التاشيره فشكرا وده خاص. قناعه من وزير الرياضه دكتور اشرف صبحي باهميه مشاركه مدرب مصري في الدورات دي ده كان شيء جميل وده اللي كده دعم الفكره وده اللي انا بناشد بيه بعد كده انا طلعت الدوره دي على حسابي. الدوره دي يعني لا تقل مصروفاتها عن 4000 5000 دولار يعني ما لا يقل عن 80
90,000 جنيه 80,000 أو 90,000 جنيه. أنا بناشد واتكلمت مع المحاضرين دول وهم نفسهم يجوا مصر يجوا يحضروا هنا. فأنا بدل ما أقول إن المدرب يطلع على حسابه ويدفع 80 و90 و100,000، إحنا نجيب الناس دي هنا وتحاضر ل 50 مدرب زي ما حصل في أمريكا أو 100 مدرب، والمدرب مش ممكن ما يكلفش أكتر من 10,000 أو 15,000 جنيه، ودي من خلال إشراف تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكورة، وتفيدنا في إنه عدد اللي هيشاركوا فيها في مصر هنا هيبقوا أكتر، يعني ده هيتنقل لخبرات، هينقل خبرات أكتر لعدد أكبر من المدربين. بالظبط كده، وده اللي إحنا المفروض نشتغل عليه بقى خلاص يعني. لأن طب أنا عايز معلومة دلوقتي فكر فيها وأنت معانا على الهواء كابتن علاء. قول لي حاجة حضرتك استفدت بيها كمدرب، طلعت بيها معلومة كتبتها سجلتها هتشتغل بيها هتضيفها لشغل علاء عبد العالي المدير الفني من خلال الليفل الأول أو المستوى الأول في هذا الكورس؟ لا، هي 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 مجموعة معلومات منها، يعني على سبيل المثال حاجة جديدة عرفتها في عالم التدريب ما كانش عندك فكرة عنها رغم خبراتك في المجال. الجي بي اس مثلا، استخدام الجي بي اس أنا كمدير فني، لا ده شيء مهم جدا للاعب الكورة، وبعدين مش مجرد ان هو جهاز بيتعلق على اللاعب فقط، لا ده في حاجات كتيره جدا انا كمدير فني لازم عندي خلفيه ودراية عنها. استفدت الحاجات الجديده في كره القدم من الاحماء، يعني جابوا لنا نماذج احماء للفرق الدوري الاسباني قبل نزول الملعب، قبل خلال المباراه نفسها لو هتغير لاعب واللاعبين اللي هيبداوا المباراه. بالظبط كده، جابوا لنا نماذج اشتغلنا عليها. كنت بتشوف انت في محاضرات نظريه وبتنزل بعد المحاضرات النظريه بتشتغل في الملعب، جايبين لك الناشئين بتوع نادي ساكرز شيكاغو هم اللي نفذوا لك. يمكن في بعض الصور احنا موجودين احنا مدربين فوق في المدرج وبيتعمل النماذج على اللاعبين الناشئين. لا، في مده الدوره كابتن محمد كنا بنحضر من 8 الصبح بنمشي 7 بالليل، يبقى في ساعه واحده فقط للغدا بنغادر فيها وبنرجع تاني. فكان في شغل شغل مكثف، يعني الكورس ده كان مكثف جدا كامل المعلومات اللي فيه. استفدت ازاي؟ كنت المصري الوحيد اللي مشارك في الكورس؟ المصري الوحيد. انا ممكن بلاقي نفس الشغل بتاعي او اللي انا بعمله قريب منه، انما استفدت الترتيب تنظيم العمل، يعني ممكن كنت بشتغل عشوائي شويه، انما لا شفت ترتيب افضل لنفس الخطوات اللي بتعملها انها بتترتب بشكل علمي اكتر، بشكل تنظيمي اكتر. لا ده اكيد كان دور مهم جدا. تتمنى ده يتنقل في مصر؟ تتمنى مدربينا كلهم يبقوا عندهم درجه من درجات الاجازه الدوليه للتدريب، لايسنس معينه بدرجه معينه، خبرات، سي في بيزيد من وقت لاخر بدورات تدريبيه اكتر، عشان يبقى المدرب عنده شيء حقيقي ينقله للاعبين؟ ده شيء ضروري جدا. ده انا اكتشفته، انا طبعا كنت اتمنى من زمان ان اطلع احضر دوره تدريبيه خارج مصر لظروف عملي. انا اشتغلت 8 مواسم متواصله في الدوري المصري، يمكن المدرب الوحيد اللي لم ينقطع ولو لمباراه او لموسم، حتى لما انتقلت من الداخليه للانبي ورجعت من الانبي تاني للداخليه كملت، فما كانش عندي الفرصه ان انا اطلع اخد دوره من هذه الدورات. يمكن الفرصه الوحيده اللي جات لي هي الفتره دي. فبالتالي انا فعلا بناشد المدربين اللي يبقى عنده وقت ان يطلع ويحضر هذه الدورات، تبقى مفيده جدا. يمكن في بعض المدربين بيطلعوا بيعملوا معايشه مع بعض الفرق. انا تعايشت مع الدوري الاسباني كله من خلال هذه الدوره. طب انا هشوف الكلام ده، يعني الرد عليه من واحد من المدربين اصحاب الخبرات الكبيره في مصر، واحد من النجوم السابقين في الكره المصريه وفي النادي الاهلي، وخلينا نشوف هتعرف مين اللي معانا ولا لا. خلينا نقول يعني يا ريت تستقبل المكالمه دي يا كابتن علاء. اتفضل. عايزك تقوم بدور المذيع، استقبل التليفون ده. ايوه يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا كابتن عادل طعيمه. طب كويس، عرفت. اهلا وسهلا كابتن عادل، ازي حضرتك؟ ازيك علاء؟ ازي حضرتك كابتن علاء؟ انا اسف كابتن علاء، انا اسف. لا ازاي يا كابتن، لا ده انا تلميذك.
كابتن عادل، كابتن عادل استاذي ودربني، كان ليا الشرف انه دربني وانا ناشئ في النادي الاهلي. هو طبعا سن 15 ان هو كان صغير، هو كابتن عادل بطل كوره بدري عشان ظروف الاصابه، فدربني وانا في سن 15 سنه، اتعلمت منه كتير، اتعلمت منه المبادئ والعدل والانضباط داخل الملعب، اتعلمت منه حاجات كتيره جدا وما زلنا بنستفيد منه من المدربين اللي لهم تاثير على شخصيتك كمدرب. اكيد طبعا كابتن عادل طبعا حاجه. طب خلينا نرحب بكابتن عادل مره ثانيه. كابتن عادل طعيمه، اهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا في الحوار يا كابتن عادل. كابتن عادل شرف ليا، شرف ليا والله استاذ محمد، شرف لينا دايما وبتنورنا على شاشه قناه الاهلي. يا كابتن عادل عايز تقول ايه عن كابتن علاء عبد العال اللاعب الناشئ؟ علاء عبد العال وقت ما كان ناشئ من ناشئي النادي الاهلي وكان بيتولى تدريبه كابتن عادل طعيمه في مرحله ما كان عمره 15 او 16 سنه، سماته كلاعب ورايك فيه حاليا وفي الخبرات اللي اكتسبها وتجاربه السابقه كمدير فني. والله يا استاذ محمد لازم تبقى عارف انه علاء من كان قلب دفاع، كان هيبقى ممكن لو استمر كان هيبقى على اعلى مستوى ويوصل للفريق الاول ويوصل لمنتخب مصر بمنتهى السهوله، لانه كان بيتميز بالاداء الفني الراقي والسلوك المحترم لاولاد النادي الاهلي. الحاجه الثانيه انه طبعا كليه الشرطه اخذته مننا، فطبعا ما فيش شك انه علاء لما يعني دخل سلك التدريب اديك شفت الفرقه اللي هو بيتولاها، بيصنع نجوم وكل نادي بيروح له خاصه في الداخليه وفي الشرطه عارف المثل الشعبي بتاعنا بيعمل من الفسيخ شربات. بص تلاقي ثلاث ارباع اللعيبه اللي موجوده في الداخليه كلهم بيلعبوا في الانديه الكبيره سواء في اهلي او في زمالك او في المقاصه او في انبي او في كل الانديه الكبيره في مصر وفي الاتحاد، نتيجه انه بيشتغل بامانه، بيشتغل باتقان مهنه، بيدي سلوك، بيدي ثقه. محمود علاء ولاعيبه كثيره يعني مش عايز اذكر اسماء، لكن لعيبه كثيره جدا اخرهم اسلام جابر، كلهم من صناعه علاء كابتن علاء. كابتن عادل عايز اسال حضرتك كمان عن حاجه. كابتن علاء عبد العال حريص على المشاركه في دورات تدريبيه للمدربين للمدير الفني لكره القدم خارج مصر في امريكا في اوروبا، عدد من الدورات بمستويات متدرجه، وبيقول ان ده لازم يبقى سمه للمدرب المصري ولازم نطور مجال كره القدم من خلال خبرات اكتر علميه واكاديميه ويعني لايسنس بدرجات اعلى يحصل عليها المدرب المصري في كره القدم. راي حضرتك ايه؟ والله طبعا دي حاجه المفروض انها جيده جدا، وكل واحد فينا بيحاول ان هو يطور من ادائه، لكن كنت اتمنى على اتحاد الكوره او على وزاره الشباب والرياضه ان هي تتكفل بالمدربين المميزين اللي زي كابتن علاء كده، ويطلع على نفقه الدوله بيروح يعمل معايشه في اوروبا او في اي نادي من الانديه الكبيره او المنتخبات، ويعمل معايشه اسبوعين او ثلاثه بيشوف احدث ما وصل اليه علم التدريب، والمعايشه دي بتفيد جدا الانديه وبالتالي بتفيد منتخب مصر. اذا كان هو بيقوم بالعمل ده من نفسه فدي طبعا دي حاجه تتحسب له، لانه بيطور من ادائه ومن خلال تطوير ادائه هياثر على الفريق اللي هو يتولاها، وبالتالي بيمد منتخب مصر وبيمتع الجمهور من خلال اتقان مهنته، وبالتالي كل فرقه بيتولاها هينقل خبراته اللي هو اخذها من اوروبا للفرقه دي. بشكرك جدا المشاركه معنا في الحوار كابتن عادل طعيمه صاحب الخبرات الكبيره في عالم التدريب واحد النجوم السابقين في النادي الاهلي وفي الكره المصريه. شكرا جزيلا لحضرتك كابتن عادل طعيمه. تعليقك على كلام الكابتن عادل كابتن علاء، وهسالك كمان عن واقعة خاصه بكابتن عادل طعيمه مع النجمين حسام وابراهيم حسن. لا الكابتن عادل طبعا يعني من غير ما نتكلم عليه هو طلع اجيال ومسيره النادي الاهلي وتعلمنا منه كتير، فطبعا الكلام اللي قاله بالنسبه للتكفل وزاره الشباب والرياضه او اتحاد الكوره السماح للمدربين المميزين
ان هم يطلعوا يحضروا الدورات التدريبيه دي على حساب الدوله وعلى حساب الشباب الرياضه واتحاد الكوره، والمدربين دول يحتفظ بيهم، هم اللي يمسكوا القطاعات الناشئين في اتحاد الكوره او منتخبات الناشئين، بحيث يبقوا دول نواه للفريق الاول. اعتقد هتبقى فكره جيده وهتسهل كتير جدا، او زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان نجيب المحاضرين دول هنا ويشتغلوا على مدربين كتير، ننقل الصفوه وننقل المميزين، ويبدا تطوير حقيقي في كره القدم. والاهتمام بالمدرب المصري مهم جدا. الاهتمام، انا بقول ان المدرب المصري مهمل تماما، سواء في الدراسات، في اعداده وتطويره، في كل حاجه مهمل تماما، في حقوقه حتى مع الانديه. اعتقد ان يعني حان الوقت ان يتم الاهتمام بالمدرب المصري، ان هو من خلال مدرب مصري. طيب هو قبل ما ارجع للقصه تاني او اكرر سؤالي عن القصه اللي سامع انها قصه شيقه جدا اللي بتربط بين الكابتن عادل طهيمه والكابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن، بس خليني اقف عند نقطه المدرب المصري دي شويه ببساطه كده. كابتن علاء، في ناس كتير في مصر جمهور بيبقى زعلان قوي من حكايه الخبير الاجنبي او المدير الفني الاجنبي، لان مش كلهم مميزين، وبنشوف ان احنا بقينا وسط عنده عقده الخواجه بنسبه كبيره جدا، بنجيب حتى على مستوى المنتخب مدربين اجانب اقل كتير اللي بيقدموه من مدرب مصري، بالارقام وبالتاريخ بيقول كده، انجازاتنا كلها مع مدربين مصريين على مستوى منتخبنا الاول. ليه عندنا ده، وليه ما عندناش ثقه في ان كوادرنا المصريه لو اعديناها بافضل شكل تقدر تادي او تقدم نفس المردود زي المدرب الاجنبي وافضل؟ ما هو ده فعلا خطا واضح، وده ما اعرفش هل ده جاي نتيجه عدم ثقه. ما اعتقدش ان عدم ثقه، ان في امثله كتير جدا زي الكابتن حسن شحاته والكابتن الجوهري الله يرحمه، كابتن حسن شحاته النجاحات اللي فاكرينها مع عمل نجاحات كبيره جدا مع المنتخبات، حتى كمان على مستوى الانديه. يعني انا شايف ان في مدربين مصريين حققوا نجاحات مع سواء مع انديه الاهلي او الزمالك او الانديه الاخرى، فاعتقد لازم يكون في ثقه في المدرب المصري، لازم يبقى في حب لنجاح المدرب المصري. يعني مهم جدا ان احنا ننجح بعض، عايزين نشيل نغمة ان ده لا ما يعرفش وده لا قليل وده لا عايزين نشتغل بشكل علمي اكتر، والمدرب المصري ياخد حقه. وزي ما شفنا كده في كرة اليد هنشوف في كرة القدم ان شاء الله، بس يبقى فيه اهتمام، نشتغل بشكل علمي جيد، بشكل علمي وشكل جيد. اعتقد وانا شايف والله، يعني يمكن كان في المقابلة مع المعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، مهتم جدا بالفترة اللي جاية بتطوير كرة القدم في مصر، وان شاء الله مع سيادة اللواء ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الآن، أو مع القادمين إن شاء الله اللي يبقوا مسؤولين عن كرة القدم في مصر، إن شاء الله نلاقي مستوانا تقدم في كل شيء في الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. ما هي قصة كابتن عادل طعيمة مع التوأم حسن؟ خلي بالك دي تعلمتها منه برضه، يعني دي التجربة دي يمكن أنا جربتها في أكثر من لعبة. هو كان ماسك الفريق الأصغر مننا، يعني دربني وبعدين مسك فريق الأقل مننا سنة، اللي هو مواليد 66، اللي هو كان بيمثله الكابتن حسام، ده مواليد حسام إبراهيم، إبراهيم حسن، وكان كابتن ضياء عبد الصمد ومحمد سعد، مجموعة كده. فكان وقتها كابتن إبراهيم وكابتن حسام حسن راس حربة، وابراهيم حسن وينج رايت، كان وقتها بنلعب 4-3-3 وينج رايت وجناح يمين وجناح شمال وراس حربه. فحضرت انا الواقعه دي، كابتن عادل برؤيته الكبيره جاب ابراهيم وقال له هلاعبك باك يمين. اول مره مدرب يقول له هلاعبك باك رايت. قال له هلاعبك باك يمين، ولو نجحت فيها هتبقى احسن باك رايت في افريقيا، مش قال له في مصر، قال له هتبقى في افريقيا. وبالفعل كابتن عادل خد ابراهيم ونزله واشتغل باك يمين، تكليفاته الدفاعيه لانه شاف انه مميز في الجانب الهجومي ده، ولو قدر يعمل الدورين هيبقى بيعمل كل حاجه في الملعب. ودي رؤيه المدير الفني او المدرب، اللي هو شايف بيوظف اللعيب وهو ناشئ لسه في مكان هو شايف ان هو الافضل ليه. وبالتالي اعتقد ابراهيم حسن لو كان استمر جناح يمين
ما كانش هيبقى ابراهيم حسن اللي لعب منتخب مصر في ناس بتشوف انه افضل باك يمين في تاريخ مصر كلها، اختياره في منتخب افريقيا كافضل باك يمين اعتقد ما كانش هيبقى هيبقى بالشكل ده. فكابتن عادل طيمة ليه فضل كبير جدا على الكابتن ابراهيم حسن في حته توظيفه باك يمين، وهي دي رؤيه المدير الفني اللي شايف اللاعب. شوف ان دي ميزه في المدير الفني انه يقدر يشوف قدرات كل لاعب حتى لو هيغير مركزه خالص. طبعا هيفيدني اكتر في المكان ده. انا عندي في لاعب اسمه ابراهيم ابو اليزيد وانتقل للاسماعيلي ب 6 مليون، انا لسه جايبه السنه اللي فاتت من منتخب السويس. انا سالت عليه، هو بيلعب باك شمال في منتخب السويس وكان قبليها بيلعب راس حربه. جبته انا وظفته سيرد باك. انا شفت ان هو بيلعب باك شمال بس ليه شفت انه سيرد باك بعد ما كان باك ليفت وقبلها راس حربه؟ ايه اللي خلاك تقتنع انه الانسب له؟ واجبات مركزه، هو مميز بالكرات العاليه، التايم بتاعه كويس قوي، بيبدا كره من تحت بشكل كويس قوي، ما بيتلقص بسهوله، فدي كلها مقومات المساك. فانت رؤيتك انت كمدير فني ان انت هتقدر توظف اللاعب ده في المكان ده. اعتقد تفتكر يا كابتن علاء لما كنا نشوف ماتشات فيها النجمين حسام وابراهيم حسن، لما كان ابراهيم حسن يتالق ويجيب جون حلو يعني ناس تقول اصلا كان مهاجم وهو صغير، دي بدايه القصه. ايوه بالظبط كده، نسمعها دايما ومش عارفين التفاصيل. هو كان مهاجم، بيقولوا كان مهاجم وهو صغير، كان مهاجم وهو صغير، فهو عنده القدرات الهجوميه. قدر الكابتن عادل طيمة كمان يوظفه دي وحط فيه القدرات او المقومات الدفاعيه اللي هو لقاها فيه ونميت عنده، فبالتالي بقى خلاص باك رايت عصري بيأدي الواجبات الدفاعيه بشكل كويس والواجبات الهجوميه، وكان بيأدي المهمتين بنفس درجه الايجاب. لا كان سواء دفاعا او دفاعيا او مين اللي جت في تاريخ مصر حقيقي. طيب. ابراهيم يعني شخصيه رجل الشرطه، ضابط الشرطه، وامتزاجها بشخصيه المدير الفني، هل مأثره شويه بتخلي قدرتك على التعامل بحزم اكتر مع اللاعبين، السيطره؟ لان دايما شغل الجيش والشرطه او المؤسسات دي دايما ليها طبيعه، يعني فيها اوامر ما ينفعش عصيان الاوامر، فيها انضباط، فيها مواعيد، يعني طبيعتها قايمه على الحزم. هل ده مأثر على شخصيه كابتن علاء مع اللاعبين كمدرب؟ اكيد لازم قادين للفضل لجهاز الشرطه في تكوين شخصيه علاء عبد العال، لان انا خلاص تحملت المسؤوليه من وانا عندي 17 سنه و18 سنه لما دخلت كليه الشرطه. يعني جديد على لعيبتك في التكليفات وفي الجد. مش الشده مش في ان انا مقشر لهم، لا مفهوم، قصدي انما تنفيذ اللي اتفقنا عليه لخطه العمل بالظبط كده. دي مهمه جدا. بالاضافه كمان ان انا من حسن حظي اني لما اتخرجت اشتغلت في كليه شرطه، تعينت في كليه شرطه كضابط داخل كليه شرطه انا ملازم. فخلاص انت بقيت قائد من وانت صغير، لسه بتبدا حياتك العمليه، بقيت قائد مسؤول عن طلبه عن فصيله، اتعلمت خبرات في القياده اكتر، في القياده بدل. اكتر مفيش كلام، قدرت اواجه مجموعه من الطلبه، فدي اثرت تاثير ايجابي جدا عليا كمدير فني او كمدرب كره قدم. فطبعا يعني اكيد استفدت كتير جدا من عملي كضابط شرطه. نتنقل سريعا جدا من الذكريات ومن الماضي والتجارب السابقه لمباراه الامس للنادي الاهلي فوزه بالدوري، الاحداث الاخيره في كره القدم. فوز الاهلي بالدوري، دوري من اصعب الدوريات اللي مر بيها النادي الاهلي في تاريخ المسابقه لظروف كتيره جدا كانت سلبيه الموسم اللي فات، قدرنا نتغلب عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. الخروج من كاس مصر والهزيمه بالامس امام بيراميدز، وان كانت غير متوقعه بالنسبه لناس كتير قوي بعد حجم النجوم والصفقات اللي بقت موجوده في صفوف الاهلي، ثم قرار لجنه التطوير والتخطيط لكره القدم بحضور طبعا ومشاركه الكابتن محمود الخطيب اليوم بعدم استكمال لاسارتي او بتوجيه لمهمته طبعا او توجيه شكر له وتكليف الكابتن يوسف مؤقتا ليقوم باعمال المدير الفني. تفاصيل كتير قوي عايزين نتكلم عنها، راي حضرتك ايه؟ طبعا كلنا كان فوز النادي الاهلي بالدوري اعتقد كان خير تعويض للخروج المهين من بطوله افريقيا. النادي الاهلي نادي بطولات ونادي المفروض يبقى فعلا على قمه الدوري المصري، مع احترام طبعا لكل الانديه، طبعا نادي الزمالك نادي كبير وباقي الانديه انديه كبار، انما مقومات النادي الاهلي كصاحب بطولات تخليه دايما في المقدمه. ليه خسرنا امبارح من بيراميدز؟ ده سؤال مباشر. هو مش بسبب امبارح، هو بسبب الموسم كله. يعني انا بحمل مسؤوليه، انا كنت بدافع عن مستر لازارتي في البدايه لان حضر في ظروف صعبه، اصابات كتيره جدا في النادي الاهلي، مش قادر يكون
فريق كل ما يبدا يشتغل يلاقي فيه لعيب اساسي مصاب. انما بعد كده لما اكتمل النادي الاهلي واللعيبه المصابه رجعت واداره النادي الاهلي اضافت له عدد مميز جدا من نجوم كره القدم في مصر، خلاص انت ما عندكش حجه، كنت لازم تبدا تعمل توليفه، بالذات ان انت اخذت كمان معسكر اعداد، انا بقول معسكر اعداد لمده شهرين اثناء بطوله امم افريقيا، ان انت تعيد مش لمده شهرين بس الفتره كافيه يعني، كان معسكر مميز جدا في اسبانيا، مش معسكر لمده شهرين طبعا، انما لا انما حصل على ميزه انه افضل الفرق اللي عدت نفسها قبل انطلاق المسابقه بالظبط كده، فانت خلاص بقى يعني تعيد هيبه النادي الاهلي. فبالتالي ان 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 يرجع النادي الاهلي فاز بالدوري، ولازم نقول برضو ان فوز النادي الاهلي بالدوري ده شيء يحسب له، انما ده نتيجه ان الخصم تعطل في مباريات كتيره، اللي هو نادي الزمالك اللي كان متقدم. يعني نادي الزمالك لو كان فاز بالمباريات اللي اتعادل فيها او خسر فيها ما كانش النادي الاهلي ممكن يحصل على البطوله، انما يحسب النادي الاهلي بلاعيبته وقدرته ان هم قدروا ان هم يحصدوا. هل كنت بتفترض اداء افضل لمجموعه اللاعبين دي بالظروف الاعداد اللي وفرها النادي بالمعسكر الاوروبي في اسبانيا بكل التجهيزات دي، كنت حضرتك بتتوقع اداء افضل ونتيجه افضل لصالح الاهلي في مباراه الامس؟ طبعا قبل المباراه طبعا في تغييرات حصلت في بيراميدز، تغييرات اداريه كبيره، بالتالي خلاص انت دخلت في بطوله جديده وهي بطوله كاس مصر، كان المفروض يبقى الاداء افضل بكتير والنتيجه تبقى لصالح النادي الاهلي. انما انا بقول ده نتيجه ضعف شخصيه المدير الفني. انا بتكلم على شخصيته ولا قدراته الفنيه؟ بصراحه شخصيته البدايه، ممكن تبقى قدراتك الفنيه قليله، انما شخصيتك وبالذات مع الانديه الكبيره لازم تبقى مهمه جدا. اللي نجح مستر مانويل جوزيه مع النادي الاهلي وخلى اعظم مدير فني حضر النادي الاهلي هو قوه شخصيته. انا افتكر واقعه للنادي الاهلي بيلعب نادي الزمالك وسط 80,000 متفرج، والنادي الاهلي لسه في اول 20 دقيقه واحد لاعبي الخط الوسط بدون ذكر اسمه، النادي الاهلي مستحوذ على الكره، حب ياخد كره ويعديها من تحت قدم احد لاعبي نادي الزمالك فاتقطعت. والله بعديها بثلاث دقائق قام بتغيير هذا اللاعب وطلعه بره المباراه بعد تلت ساعه او 22 دقيقه من المباراه، واللاعب ده ما لعبش تاني. ده معناه ايه؟ ان ده بيوصل رساله للاعيبه الاخرين ان اللي مش هينفذ تعليماتي او ملوش مكان هيبقى نفس المصير بتاع هذا اللاعب. فهي دي قوه شخصيه المدير الفني، وفي اشياء اخرى مش لازم ان انا اكون مقشر او زعلان. مفهوم. حضرتك بتتكلم عن حاجتين، انه يبقى مؤهل فنيا، يبقى عنده رؤيه فنيه جيده ويعرف ازاي يخلي اللاعبين تلتزم بيها. انما مستر لازارتي لا، في لعيبه لا بتلعب لحسابها الشخصي جوه داخل الملعب، ما بتلعبش اللعب الجماعي وبقى لها ماتشات كتيره. وبعدين ده انت النادي الاهلي، انت عندك بدل اللاعب اثنين وثلاثه في كل مركز عناصر، انا لما الاقي لاعب بيتدلع كده ولا مش مفيد للفرقه لا تعالى اقعد شويه ولاعب البديل مكانه او اللاعب الاخر، هيبقى انذار شديد. لا، فاعتقد ان دي من مساوئ مستر لازارتي، ان ما قدرش يحكم اللاعبين داخل الملعب داخل البساط الاخضر، ان يبقى فيه انضباط اللعب او للاعبين. ناس بتقول كمان، يعني حضرتك قول لنا متفق ولا مختلف معاهم. سمعت الاراء دي كتير بعد مباراه الاهلي وبيراميدز امبارح من جمهور. ناس كانت بتشوف المباراه، مشاهدين، جماهير، قالوا يا جماعه مش ممكن شكل المجموعه دي، الاسماء اللي في الملعب والبدلاء اللي بينزلوا تلعب كره احلى من دي مليون مره، فرق السماء والارض. يعني قالوا شكل الاداء الجماعي الخططي التاكتكس التكليفات شغل الجهاز الفني مش شايفين حاجه قد امكانيات اللاعبين. لا مفيش حاجه. انا بتكلم على اجايه من افضل لاعبي النادي الاهلي. صحيح. لما مستوى ينزل دي مسؤوليه المدير الفني كابتن محمد. لاعب فقد الثقه في نفسه، انا مسؤوليتي. امكانياته اعلى من كده بكتير، كهداف وكلاعب وسط مهاجم بلاي ميكر كل حاجه. وليد ازارو، انا في لافيو لما جه كان زي ازارو كده، 19 هدف الموسم قبل اللي فات وليد ازارو، كان اهدافه وتحركاته وسرعاته، عنده قدرات يعني، يبقى فيه هبوط في 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 ادائه في 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 حسه، في حاجه محتاجه تعديل في طريقه الاداء عشان يرجع للتهديف. دي مهمتي انا كمدير فني، انما لا فعلا احنا مش شايفين جمل تكتيكيه للنادي الاهلي. حتى بعض المباريات او المباريات الكتيره جدا النادي الاهلي فاز بيها، فاز بقدرات
فرديه للاعبين امثال علي معلول اكتر من تصويبه من خارج ال 18 دي قدرات اللاعبين اهداف اخرى نتيجه مهاره او قدرات بعض اللاعبين وليس الاداء الجماعي, الأداء الجماعي والخططي اللي هي الفروق الفرديه اللي عند بعض اللاعبين بترجح الكفه يعني في بعض انا المباركة. انا رايي انا شايف ان افضل فتره كان الاهلي بيأدي فيها كوره رغم ان كان عنده لعيبه اقل كده بكتير الفتره اللي كان فيها جاريديو الاسباني انا شايف ان هو مدرب كويس جدا ومن لسان بعض اللعيبه في النادي الاهلي انه كان بيقدم معاهم افضل تدريبات يمكن هو بس كان حظه سيء ان ما كانش فيه اللعيبه الجاهزه كان فيه لعيبه خلاص بتبطل وفي نفس الوقت ما دخلتش العناصر الجديده بشكل جيد جدا وقتها ومع ذلك احرز الكونفدراليه وكان يمكن بعديها استمر النادي الاهلي مع الكابتن حسام البدري بيأدي كوره جميله نتيجه الشغل اللي كان بيعمله جريد فمهم جدا الاختيار مش عايز النادي الاهلي او مجلس ادارته يستعجل في الاختيار يعني مثلا في ترشيحات لرامون دياز الارجنتيني طب هل هو حقق نجاحات مع بيراميدز انا شايف انه فقد نقاط كتير جدا لما مسك بيراميدز ما اداش بالشكل او بالنتائج اللي احنا شايفين عنه طب ما انا عندي ابناء النادي الاهلي كانوا موجودين في بيراميدز امثال هادي خشبه مين من الاسماء المطروحه حسن. لو كان عندك يعني علم يا كابتن علاء في الفتره اللي فاتت بالاسماء المطروحه لتولي المهم سواء مصري او اجنبي النادي الاهلي بتتمنى تشوف مين لا اجنبي انا ما اقدرش لان مش لان دي مساله السيفيهات المعروضه ومين ارتباطاته تسمح وبعدين برضو السيفيهات انا مش محتاج ان مانويل جوزيه كان جاي ما هو كانش السيفي بتاعه قوي قوي ومع ذلك لا كان مدرب له رؤيه فمهم جدا انما بالنسبه للمدرب المصري انا يعني شايف الانسب يمكن الاقرب هو الكابتن مختار لانه رجل له هيبه ورجل له خبراته راجل مخلص وحاجه جميله جدا هل تعتقد الكابتن مختار طبعا وهو غني عن التعريف يعني خبراته الكبيره لاعب ومدرب لا تعتقد انه قادر على تحقيق طموحات جماهير لو في المجموعه دي احنا بنتكلم على الفتره الحاليه ادرب الدوري المصري اداره النادي الاهلي موفره لعيبه على اعلى مستوى احنا لازم نقول ان النادي الاهلي مذكر بال مليان نجوم الفريق بقى مليان نجوم خلاص ما بقاش عايزه توظيف عايزه تعامل نفسي جيد مع الـ مع الـ مع اللاعبين عايزه توظيف جيد للاعبين عايزه روح الفانيلا الحمراء تكون موجوده باستمرار اعتقد ان يعني كل شيء مهيئ بشكل جيد جدا لاي مدير فني هل ده كان جرس انذار خطير جدا وفي توقيت قد يفيد النادي الاهلي يعني رب ضاره نافعه قبل بطوله افريقيا استكملنا المشوارنا في بطوله افريقيا ان كان ممكن النتائج تمشي في الاول بشكل كويس فده يدينا مؤشر مش حقيقي فنلاقي فيه مشكلات فنيه في وقت بقى احنا محتاجين فيه نكمل بقوه اولا خساره بطوله الكاس يمكن النادي الاهلي مش بطوله يعني رغم ان هو اكتر الانديه حصل عليها انما هي البطوله المفضله بتاعته يعني هي دايما بطوله الدوري العام هي البطوله المفضله فبالتالي يمكن ربنا عمل كده فعلا عشان ده جرس انذار لاداره النادي الاهلي ان مش مستر لاسارتي هو المدير الفني الافضل اللي يكمل بالعكس ده يحسب لاداره النادي الاهلي الابقاء عليه بعد المهين من صن داونز وده في منطوق الخبر اللي خرج رسميا بيمثل النادي هذا الخبر عن الاجتماع اللي تم بحضور كابتن خطيب والدكتور طه اسماعيل وكل فريق العمل المسؤول عن تطوير امور الكره في النادي هنا كابتن خطيب بيقول انه كان في مطالبات بعدم استمرار لاسارتي بعد خروجنا من بطوله افريقيا بهذا الشكل اللي حضرتك وصفته بانه شكل كان مهين ولا يليق بالنادي الاهلي امام صن داونز وناس كتير قالت ماشي يعني غيرنا كارترون نغير كمان لاسارتي في الوقت ده كابتن خطيب رجح الراي اللي بيقول لا ما اضربش استقرار الفرقه في التوقيت ده انا بكمل بلعيبه وبعمل صفقات جديده عايز احافظ على قوام الفريق شويه عشان بطوله الدوري والا ممكن اخسر كل حاجه الاهتزاز الفني ايوه بالظبط فالتوقيت قال كابتن خطيب كان عندنا ملاحظات فنيه على اداء الفريق في الفتره اللي فاتت وكان في حاجات تستوجب المناقشه ان احنا نتوقف عندها بس ما كانش ينفع التغيير في منتصف الموسم مره ثانيه يعني شايف ان كلام محترم جدا طبعا وده اللي احنا شفناه انما خلاص يعني انت استمريت وكان لازم استمر لان كانت بطوله الدوري متلاحمه مع الخروج من بطوله افريقيا فبالتالي ابقوا عليه ووقفوا تماما معاه ودي كانت
اشاره جيده جدا للاعبين ان الراجل ده مكمل لنهايه الموسم، وده اللي نجح فيه النادي الاهلي انه يحصل بيه على بطوله الدوري. انما بعد شايف انه مش انسب للفتره الجايه، لا خلاص هو كده دخل في 3 بطولات، خسر بطولتين وفاز بواحده، فمش النادي الاهلي اللي يخرج. بعدين الخساره برضو، انت خارج من دور ال 16 في كاس مصر وخارج في الدور قبل النهائي بهزيمه ثقيله، وانت الاكثر تميزا بافضل عناصر باجماع الاراء دلوقتي، بعدد العناصر المميزه كتير جدا، مع احترامنا للعناصر المميزه الموجوده في كل الفرق. اللي انت عندك دلوقتي بدل اللاعب 2 و3 في كل مركز، حتى كان في بعض المراكز فيها اصابات، زي الكره في ملعب الجهاز الفني، المدير الفني والجهاز الفني هم اللي الكره في ملعبهم. فاعتقد ان ده حق مشروع لاداره النادي الاهلي بالتوجيه الشكر لمستر لسارتي، ويبداوا يشوفوا مدير فني انسب وفي اسرع وقت لاداره النادي. طيب واحنا يعني بننهي هذا الحوار يا كابتن علاء سريعا جدا، من هو الاسم الاقرب الى ذهن الكابتن علاء عبد العال لو بتطرح على المسؤولين اللي هيختاروا مدير فني مصري للفتره الجايه لمنتخب مصر الاول؟ طرحت اسماء كتير، انا مش برتب يعني، بقول الاسماء دي بشكل يعني ملوش علاقه باي ترتيب متعمد، كابتن ربيع ياسين، كابتن حسن شحاته، كابتن حسام حسن، مجموعه كبيره من الاسماء اتقالت في الفتره اللي فاتت، تم تداولها في الاعلام الرياضي، في وسائل التواصل الاجتماعي، الى اخر هذه الامور. مين الاقرب وليه من وجهه نظرك، او مين اللي بتتمنى يتولى مهمه تدريب منتخب مصر؟ انا هكون صريح وواضح، اسماء كثيره طرحت، حوالي 5 أو 6 أسماء. انا شايف من وجهه نظري طبعا ان اللي يتولى مسؤولية منتخب مصر هو كابتن إيهاب جلال. كابتن إيهاب جلال. إيهاب جلال. ليه؟ لازم ننظر للمستقبل. لازم ننظر للمستقبل. الكل بيقول كابتن حسن شحاتة، لا أنا بقول بقول لكابتن حسن شحاتة يا كابتن حافظ على اسمك وتاريخك، أنت تاريخك. طبعا عشان أنا مش عايز أقطعك والله، بس عذرا لضيق الوقت، حضرتك خلينا في اللي اخترته ليه؟ إيهاب جلال ليه؟ لأن هو أنا بعتبر من وجهة نظري هو أفضل مدرب مصري في الوقت الحالي، له فكر متميز، أعتقد أنه يتماشى مع منتخب مصر، بس لازم مساندة قوية ليه. فإيهاب صلاحيات كاملة، صلاحيات كاملة، وما يجيش عليه إشراف فني، يعني معلش مع احترامي ما يقولوش إن الكابتن حسن شحاتة هيجي إشراف فني عليه، لا، هتبقى في تضارب في تدخل في الاختصاصات وهتعمل مشكلة. تدخل في الاختصاصات. فأنا شايف إن إيهاب هو الأنسب، مع احترامي لباقي الأسماء، وأتمنى إن يكون الاختيار، لأن ده هيبقى شيء جيد جدا إن شاء الله. طبعا أنا مش هناقش باقي الأسماء، لأنه مع كل اسم بيطرح لازم صاحب هذا الاقتراح نناقشه في اختياره ليه، فاكتفينا بالحديث عن اقتراحك او ما تتمناه حسب كلامك كابتن علاء، وهو تولي كابتن ايهاب جلال لهذه المهمه في تولي تدريب منتخب مصر الاول. في النهايه بنتمنى لك مزيد من التوفيق، اسعدتنا بوجودك معنا النهارده على شاشه قناه الاهلي، وان شاء الله تكون موفق في دورات اكثر تطورا وتقدما في عالم كره القدم، وتنعكس ان شاء الله بالايجاب على ادائك وعلى نتائج الفرق اللي بتتولى تدريبها، وان دي التجربه دي يعني دعوه لنشر هذه التجربه في بين المدربين المصريين وفي الدوري المصري، وان شاء الله تنعكس على او تؤدي الى تطوير الكره المصريه ان شاء الله. اشكرك انا كابتن محمد، وبشكرك على اللقاء الجميل ده. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك. اوجه الشكر في نهايه هذا الحوار الى ضيفنا في استوديو الاهلي ليله، الكابتن علاء عبد العال، المدير الفني السابق لكل من لفريقي الداخليه وامبي، وإن شاء الله مزيد من اللقاءات مع نجومنا نجوم كرة القدم المصرية في الفترة القادمة. وصلنا بختام هذا الحوار إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات الأهلي الليلة، بشكر حضراتكم على المتابعة، وبعد نهاية هذا البرنامج التغطية مستمرة عبر شاشة قناة الأهلي مع زميلي العزيز الكابتن إسلام الشاطر وملعب الأهلي.